يعني بالفعل يعني شفتوا كلامي انه عن جد غنيه بتشيلها مع القلب. نانسي صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير جوزيف لك وللمشاهدين. مبروك. مرسي. يعني حلوه كثير، يعني الفكره حلوه. قديش يعني كل هودي اللي شفناهم، هالعناصر الموجوده فيها بين اللحن وبين الكلمه بين الموضوع الجديد اللي مش سامعينه قبل، صح. وبين هالتصوير المزوزق والملون الحلو هيك الصيفي، قديش هلا نحن بحاجه له؟ بصراحة أكيد نحن كتير بحاجة لألو، بحاجة لهيك نغير جو شوي للمشاهد. يمكن دايما آخر فترة كنا عم نتابع أخبار كلنا كل الوقت يعني، فهيك أنا يعني انطلقت من إذا بدك من حالي أنه أنا شو عبالي أسمع أو شو عبالي أحضر، وتوجهت للناس بالشي اللي أنا عبالي شوفه وأحضره. فمن هون طلعت الفكرة، والفكرة على فكرة موجودة من قبل يعني. نعم. الأغنية معي إلى فترة، وكنت هيك شوي مترددة فيها، كنت خايفة منها أنه انفهم غلط أنا. ايه. أنه بين هيدي الخطافة الرجال. مشان هيك طلعنا بفكرة بالكليب أنه يكون البطل اللي معي حدا شوي أجي يعني، ما يكون أوكي. كتير أوكي. شاب وهيك. أوكي. حتى بس مهضومين بغاروا بعضهم على بعض. شفت؟ طيب كلمات وألحان وإخراج. كلمات أريج ضو، أكيد بوجه لهم كلهم تحية. ألحان أيمن أميحة، توزيع ماجد ظاهر، خيو للشاعر مازن ظاهر. وإخراج مخرج جديد اسمه ماهر، وماهر كمان بيغني، فمشان هيك عنده التقطيع حلو يعني لما بيقطع بالمونتاج، لأنه دينته موسيقية وبيغني هيك كان شوي. أنا كمشاهد يعني أنا شفت باكيج حلو. الحمد لله الحمد لله يعني. ونانسي عم تغنيها يعني. انت طالعه كيوت مهضومه فيها ولبقت لك يعني بتشبهك كمان. هيدي شغله حلوه. هالايام تسعيرات الفنانين باللبناني او بالدولار بحفلاتهم؟ حلو هالسؤال. نص نص، حسب اذا بغني اجنبي بقبض دولار، اذا بغني عربي بقبض دولار. انا بدي اياكي عربي. شوفي شو بدك تسعري لي حبيبي. انت كلنا على حسابك استاذ جوزيف. بس بالفعل يعني العالم بتتساءل شو عم بصير يعني. لا بلبنان اكيد عم نكون باللبناني. نعم. عم بحكي عن حالي وبعتقد ثلاث ارباع الفنانين كمان عم بيراعوا الظروف هلا اللي بلبنان. نعم. وعم نراعي فكرة أنه نحن بدنا نضل متواجدين ببلدنا يعني. بلدنا بحاجة لترفيه، بحاجة لانترتينمنت، بحاجة لحفلات. نعم. قد ما هو بحاجة لثورات. نعم. فعلا يعني أنا بس بدي ضوي كمان على هالنقطة، لأنه أوقات كتير عم نتعرض لانتقادات أنه أنتوا وين عايشين والعالم وين عايشة. اوعى تفكروا أنه الفنان مش متأثر يمكن مثله حتى أكتر من المواطن العادي، بس اليوم لافي كونتينو، الحياة بدها تكفي، وبدها تكفي بفرح غصب عن اللي بدهم يحزنونا. أنا بعتبر هيك يعني. وبتصور كل العالم عن جد بحاجة بمطرح ما لترفيه ولا انترتينمنت. صحيح. من هون نحن أنا يعني عم باخدها على حالي أنه باللبنان أكيد بدي راعي الظروف. عم بعمل كتير أعراس الحمد لله، عم بعمل كتير حفلات، أوقات عم بتكون يمكن برأس مالة. نعم. بس أنا في معي باند، في معي فرقة عايشة من هالشغل عايشة. وأنا عايشة من هالشغل. نعم. ونحن بحاجة نستمر. نستمر. بدي شي هيك مقطع حلو لوردة قبل ما نكمل حديثنا. يي حبيب. عم غني بلا بلا دور. وعملت إيه فينا السنين، عملت إيه وعملت إيه فينا السنين، عملت إيه غيرتنا لا فرقتنا لا 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 ولا دوبت فينا الحنين السنين، لا الزمان ترارارا ولا المكان ترارا قدروا يخلوا حبنا ده يبقى كان، ده يبقى كان الزمان.
بعتذر لأنه أنا يعني مبوعة عادة لهالوقت بس فصوتي بعده نايم. ما تعتذري أبدا لأنه وصل الصوت مثل ما لازم يوصل. اسم الله عليكي جماعة مع البحة تبع الوعي الصبح بتجنني. كيف بتستمري وبتعيشي بلبنان؟ شو بتغيري؟ شو بغير إذا أنا بمكان مسؤولية يعني؟ إذا مكان مسؤولية، إذا أنت بموقع مواطن بدك مصرة تكملي بلبنان وما تهجري، مين بتغيري؟ شو بتغيري؟ وإذا دايماً الهرم ببلش من القاعدة دايماً يعني. نعم. نحن اليوم دايماً منقول الرأس هو الفاسد، بس نحن اكتشفنا واليوم عم نكتشف وكل يوم عم نكتشف إنه نحن الفاسدين قبل ما يكون الرأس هو الفاسد. يعني اليوم المحتكر فاسد، اللي بيتاجر بصحة الناس فاسد. نعم. اللي قادر يساعد وما بيساعد فاسد. يمكن أنا، يمكن أنت، يمكن كل حدا بموقع صغير عم بيمارس فساده بمطرح ما. اليوم نعم. أنا وقتها بزعبر وبستعمل يمكن معارفي أو سلطتي لأوصل لبنزين أو لأوصل لدواء، عم شارك غير مباشرة بالفساد. نعم. بس للأسف كلنا بنعملها، يمكن أنا بعملها وأنت نعم. بتعملها بلا وعي، لأنه عودونا أنه نشحد حقوقنا. نعم. عودونا أنه أنا اليوم لحتى أقدر أعمل أخذ بنزين تأجل عندك على المقابلة لازم أتبهدل، لازم أوقف بالصف، أو لازم دق تليفون أنا الفنانة فلانة الفلانية عندي مقابلة في مجال تمشوني في. نعم. عم نتعلم كلنا يعني الحقيقة. مين المسبب الأكبر إذا كنت كزعيمي وبدك تشيلي هالزعيم وتقعدي أنت تصلحي محله؟ ليك بدنا نشيل كذا زعيم تنكون نعم. واقعيين. اليوم النظام كله فاسد. أنا نعم. بركة من الناس اللي كانت ب 19 تشرين على الطريق. نعم. يعني من أول حدا يمكن بعد هيدا الشاب الموتول اللي ايه. تبع الواتساب، بركة أنا حدا تاني، التاني حدا نزل على الطريق. أوكي. لأنه كنت كتير مؤمنة بهيدا الشيء، وكنت كتير عندي أمل انه الناس ممكن تغير. يعني بطل الفنان لازم يكون حيادي، لازم ينزل يعبر، لانه اجى الوقت صرنا بمرحله الخطر. شوف انا ضد انه اليوم ارتهن لحدا سياسيا او يكون قراري مصادر نعم. بحزب معين. انا نعم. مع الممارسات الحزبيه لانه اكبر الدول نعم. عندها احزاب اليوم، وبالاخر هيدي لعبه السياسه. نعم. كيف واحد بينتخب ديليجيتو لكلاس؟ بدك تنتخب، بده يكون في احزاب. سو انا ضد فكره انه نلغي الاحزاب، بمعنى انه نلغي النشاط السياسي اللي ببلش من نشاط حزبي. نعم. ولكن مع الغاء التحزب اذا بدك. نعم. او هالاحزاب الموجوده هلا بلبنان. نعم. لازم تغير اجنداتها. نعم. انا بدي اعمل حديث طويل انا وياكي، يعني صار اليوم دهمنا الوقت، بس أكيد. انا بدي اختم معك بورا بعضهم بمقطع للسيده فيروز ومقطع اجنبي بصوتك، لا ما معقول اقطع الانترفيو بلا شيء اجنبي ورا بعض. هلا يمكن ما بيزبطوا ورا بعض، بس انه رح غني اجنبي برجع بعمل اس. برافو جوزيف. How do I breathe without your smart mouth drawing me in and then kicking me out? You've got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you, love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all. Give me all of you. السيدة فيروز وصباح اليوم. بحبك يا لبنان يا وطني، بحبك
بشمالك بجنوبك بسهلك بحبك تسأل شو بني وشو اللي ما بني تسأل شو بني وشو اللي ما بني بحبك يا لبنان يا وطني سألوني شو صاير ببلد العيد مزروع الداير نار وبواريد قلت لهم بلدنا مقطوع عن البنزين نتخانق بالسياسي نتدبح عالدين بس كيف ما كنت بحبك بفقرك بحبك كيف ما كنت بحبك بعزك بحبك وإذا نحن تفرقنا بيجمعنا حبك حبي من ترابك بكنوز الدنيا وبحبك يا لبنان يا يا وطني نانسي أنا بدي أتشكرك وتشكر حضورك معي أنا وبسط فيك دايما شكرا. ألف مبروك للأغنية الرائعة اللي عملتيها بالفعل فهمتني مرتك فهمتني غلط مرتو له ثانك يو نانسي وثانك يو على الصوت الحلو جود لك بكل شيء عم تعمليه وان شاء الله لبنان بيتغير ان شاء الله يا رب ان شاء الله نحن وياكم بقولكم ما تنسوا الرساله اللي قدمتها الصبح من كل شاب لبناني مهاجر ان شاء الله تكون اثرت فيكم ولو لحظه للمعنيين خلوا اللبنانيه الشباب هون خلوا العيال مجموعه مع بعضها يا جماعه فضي لبنان كل يوم عم بينعمل الاف الباسبورات للشباب يلي عم بتقدم هجرة لخارج البلد المطار عم بيعج بالرايحين ما في حدا جاي للأسف شي ببكي يا شباب اهتموا بالمواطن اللبناني بدنا نقشع بدنا كهرباء بدنا مي بدنا بنزين بدنا كتير قصص ولو هودي ما قالوا حقوقنا يعني شو بدنا نقلكن كلارا موجز الأخبار الصحف وطبعا منكمل بعدها مع